تانية أو القسم التاني احنا اتفقنا ده بيعمل بالنظام يعني الفندق، فالإدارة التانية اللي هي إدارة المطعم والكافتيريا الدخل بتاعها بنفس الطريقة. بنفس الطريقة الإدارة التانية إدارة المطعم الكافتيريا زي ما بدأنا برضو بنفس الطريقة، هنشوف مع بعض نحدد نتيجة نشاط هذه الإدارة لوحدها. برضو أنا عاوز إيراداتها، أدي إيراداتها اللي هي مبيعات الأطعمة ومبيعات المشروبات في الكافتيريا وإيجار صلاة الإيه المناسبات، يعني المصروفات هذه المصروفات بتاعتها، مصروفات الأجور زي ما اتفقنا، مصروفات تكلفة المطبخ نفسه ونصيب الإدارة من تكلفة غسيل المفروشات وخلافه. طب دي مصروفات مباشرة، طب مصروفات غير مباشرة هما حاجتين زي ما اتفقنا، يعني زي ما تشوف كده إهلاكات الأدوات المطعم والكافتيريا وغير الإمام. نشوف المثال التاني، هذا المثال ما زي ما هو عندك في الكتاب هتلاقيه في صفحة 127 في الكتاب، مختلف شوية معلش عن اللي عندي. دي الإيرادات هنزود بس 18,000 مبيعات وجبات في المطعم، 60,000 أطعمة، 60,000 مشروبات وهكذا وهكذا. هنزود بس كلمة إيه؟ هنا هو بتاع تكلفة المشروبات بنسبة 2:1 بين المطعم والكافتيريا. هتكمل أنت يعني مفيش وقت إن إحنا إيه نقرأ التمرين، فالتمرين واضح عندنا. طيب هنحط بيانات التمرين ده في القايمة بتاعتنا، قائمة الدخل لإدارة الأطعمة والمشروبات، هنعمل لها 3 خانات وكأن قسمت هذه الإدارة إلى 3 أقسام فرعية، يعني القسم الأساسي اسمه إيه؟ الأطعمة، إدارة الأطعمة والمشروبات، هتلاقيها 3 أحيات، مطعم، كافتيريا، قاعة احتفالات. طيب تعال نتكلم عن الإيرادات، أدي مبيعات الأطعمة في المطعم 180، هي الأطعمة المبيعات كلها 240، فهنقسمها زي ما قايل لي في التمرين، فهتبقى بنسبة 3:1، يبقى دي 180,000 ودي 60,000. المشروبات مبيعات المشروبات 90,000، هتتقسم بنسبة 1 المطعم 2 الكافتيريا، يبقى 30 و60. انا باخد بياناتي من التمرين زي ما هو ما غيرتش فيها. ايجار قاعات المناسبات زي قاعات الافراح وكده 160,000، يبقى مش موجودة طبعا في مطعم، هي تخص قاعة الايه الاحتفالات. اذا اجمالي الايرادات بتاعتي، خد بالك ان في اطعمه بتتباع في المطعم واطعمه بتتباع في الكافتيريا، وكذلك مشروبات بتتباع في المطعم ومشروبات. مش معقول انا في المطعم هدي اطعمه بدون مشروبات، ومش معقول في الكافتيريا برضو ممكن لو واحد طلب اطعمه خفيفه تتاكل. طيب تعال نشوف اذا الايرادات اللي عندي بعد ما اطرح منها لو في مسموحات وخصومات، التمرين ده ما فيهوش. اذا اجمالي الايرادات او صافي الايرادات اللي عندي بعد طرح اي مسموحات وخصومات ممكن تكون الاقي في بعض التمرينات 490,000. تعال بقى نتكلم على التكلفة المباشرة للايه للموضوع ده هوت. اول حاجة في التكلفة المباشرة تكلفة الأطعمة. تكلفة الأطعمة هتلاقي زي ما في التمرين عندي هي 90,000، هتتوزع بنسبة 3:1:2، تمام زي ما قلت في التمرين، يبقى 45 15 30 ألف. يبقى أنا وزعت 90,000، 45 في المطعم 50% يعني من التكلفة، و 15,000 في الكافتيريا و 30,000 في الاحتفالات. تقول لي هو في أطعمة في قاعة الاحتفالات بيبقى من بين الشروط بتاعتها إن بيتقدم أطعمة ومشروبات في القاعة للمناسبة اللي إيه اللي يعني كأن إيجار المكان أو إيجار قاعة الاحتفالات شامل الأطعمة والمشروبات اللي بتقدم فيه. طيب إيه تاني؟ عندي ادي تكلفه الاطعمه وتكلفه الايه المشروبات. طيب امال ايه تكلفه الاطعمه والمشروبات المستهلكه داخليا؟ دي مطروحه على الطرح، يعني كانها متضاف، كانها تعتبر ايراد، يعني كانها جزء من الايراد، لانها طرح جمع. دي عباره عن ايه؟ الاطعمه والمشروبات اللي احنا بنقدمها للعاملين في هذه الايه في هذه الاداره. يطلع لي ان صافي تكلفة المبيعات يبقى 150,000، ده هو الربح، وده 120 ناقص
25 يبقى 95، وده 160 كده ان التكلفه مجمل الربح قبل خصم بقيه المصروفات، مجمل الربح المبدئي يعني 365000. تيجي بقى في مصروفات مباشره اخرى، يعني اجور مثلا، اجور خاصه بالقسم. ايه هي الاجور الخاصه بالقسم؟ في اجور في المطعم 30000، وفي كافيتيريا 20000، وفي قاعه الاحتفالات الناس اللي بتشتغل فيها 10000، يبقى اجمالي الاجور 60000. اجور العاملين في المطبخ، ما هو المطبخ برضو ايه؟ تكلفه عندي، جزء اداره فرعيه في هذه الاداره او قسم فرعي، هي 115 هنا، 5 هنا، 10 هنا، يبقى 30000. اذا معنى كده ان اجمالي الاجور النقديه في المطعم 45000، 25000، 20000، 90000. لو في اي حاجه ثانيه ممكن تتحط ايه ضمن هذه الاجور، لو في اي مزايا نقديه او عينيه بتقدم للايه لهؤلاء العاملين. طيب في بقى تكلفه المغسله، ما هو المغسله بتغسل الادوات المائده والكلام ده، في ادوات مائده، في مصروفات نظافه، في تكلفه الفرقه الموسيقيه، ودي مش هتلاقيها غير في قاعه الاحتفالات بس. هجمع الكلام ده كله، اذا اجمالي المصروفات المباشره اللي هي الكلام ده كله زائد تكلفه المبيعات اللي فوق ديت، تمام، يبقى اجمالي المصروفات المباشره 60000، تمام، اللي هي اهي تمام 30 اجور 15 يبقى 45 زائد 6 زائد 5 زائد 4، كل ده 60000. اخد ال 60000 اطرحها من ال 150000، يبقى صافي المجمل الربح اللي هو بعد طرح المصروفات المباشره 150 ناقص 60 يبقى 90، وهكذا اكرره في جميع الايه الخانات. يطلع لي بعد كده المصروفات الغير مباشره اللي هي تشمل اهلاك الاساس والاصول واهلاك ادوات ومعدات المطبخ، والمصروفات العامه للفندق، نصيبها المصروفات العامه للفندق. يطلع ان اجمالي المصروفات غير المباشره اهي، يبقى صافي الربح بتاع المطعم 47000، وبتاع المطعم يبقى الكافيتيريا 29000، قاعه الاحتفالات 34000، اجمالي صافي الربح كله بتاع هذه الاداره 110000. يبقى ده. طب تعالى نشوف بقى الانشطه الاخرى، نشوف الانشطه الاخرى، تمام، الانشطه الاخرى اللي هي الانشطه الصغيره اللي هي بتشمل اي انشطه اخرى. عندنا هنا قسمين ولا ثلاث اقسام، لا ثلاث اقسام الاتصالات، المغسله، حمام السباحه، ثلاث اقسام. قسم الاتصالات والتليفون، ادي مثال اللي هو المثال اللي بيوضح لي قسم الاتصالات والتليفون، ادي ايراداته 150000 وعليها خصم 10000، دي ايراد خدته من النزلة او من الجمهور. وبعدين في فاتوره بتجيلي من هيئه الاتصالات ب 70000، منها 15000 اتصالات اداريه، ما تخصش بقى ايه تخص الاداره العامه للفندق. وفي اجور ومرتبات في القسم دهوت، وفي اهلاكات للاجهزه، وفي ادوات مكتبيه، وكذلك في نفس المغسله. ده كل ده التمرين. طيب هنحول بقى الكلام بتاع الاتصالات الى الحل بتاعنا او القايمه بتاعه قسم الاتصالات، هتبقى بالشكل ده. ادي الايرادات 150000 ناقص المسموحات 10000، يبقى صافي الايراد كام؟ 140. الفاتوره المصروفات المباشره عندي فاتوره هيئه الاتصالات، دي تكلفه بدفعها 70000، بس شيل منها ال 15 اللي ما يخصوش، او تروح على الاداره العامه للفندق، تروح حساب الارباح والخسائر. اذا صافي الفاتوره اللي عندي اللي تخص اجور العاملين في هذا القسم 30000، ادوات مكتبيه ومطبوعات 5000، اذا اجمالي المصروفات المباشره كام؟ 90000. اذا مجمل الربح بتاعي عباره عن 50000 اللي هو 140 ناقص 90. في مصروفات غير مباشره، اهلاكات الاجهزه ونصيب القسم من المصروفات العامه، ادي 10 و10 يعني 20. طب كانت فين بيانات؟ وادي بيانات، وهنا اطلع لها تاني، ادي بيانات قسم المغسله، يبقى ده الاتصالات. قسم المغسله بقى بيقول ايه؟ ادي قسم المغسله بيقول لي ايه؟ قسم المغسله بيقول لي ايرادات محصله من وزراء وجمهور 90000 اهي، 90000، مرتبات العاملين من 25000، ادوات النظافه وكلام من ده 10، اهلاكات الاجهزه والمعدات 20، مصروفات متنوعه 5، فواتير داخليه بتكلفه الغسيل والكي والبيضات الخاصه بادارته. طبعا احنا اعتبرناها عند الغرف عباره عن ايه؟ عباره عن تكلفه، تمام.
يبقى هنعتبرها في قسم المغسله كانها ايراد. تمام؟ طيب او اطرحها من تكلفتي، يا اما اخفض بيها تكلفه قسم المغسله، يا اما ازودها كايرادات في قسم الايه؟ المغسله. وكذلك بالنسبه للايه؟ يبقى 27 و18 كام؟ 45. هنشوف هنتعامل معها ازاي. ادي لا خلاص الاتصالات خلاص. تعالى نروح على قسم الايه؟ المغسله. ادي قائمه الدخل بتاع قسم المغسله. ادي الايرادات 90,000، مرتبات المصروفات المباشره، مرتبات ادوات نظافه 25 و10 35. نشيل المصروفات غير المباشره اللي هي الاهلاكات واي مصروفات اخرى او نصيبها المصروفات العامه. ادي 20، ادي 5، ادي 20 كمان، يبقى 45. شيل ال 45 من او ضيفها على ال 35، يبقى اجمالي المصروفات بتاعتي كام؟ 80. خلاص؟ يطرح مصروفات تخص اقسام اخرى اللي هي 45,000. انا هنا اخترت ان انا اطرحها من مصروفات، كان ممكن ان انا ال 45 دي احطها فوق هنا اهو، يبقى اجمالي الايراد بتاعي كام؟ 135. في الحاله دهيت هيبقى المصروفات 80. تمام؟ لكن انا اخترت ان انا اخفض بيها المصروفات بتاعتي، يبقى 80 ناقص 45، يبقى خليك عارف ال 45 دي يا اما تتضاف على الايرادات يا اما تتخفض من مصروفات القسم، يبقى صافي تكلفه النشاط 45 اللي هي كانت 27 و18، 27 قسم الغرف و18 قسم المغسله على بعضهم 45، حولتهم على دي تحويلات بين الاقسام، يبقى صافي تكلفه النشاط 35، شيلها من ال 90، يبقى اصبح صافي ربح النشاط كام؟ 55. تمام كده؟ يبقى ده ما يخص قسم الايه؟ المغسله. تعال نشوف القسم الاخير هو حمام السباحه. ادي تكلفه حمام السباحه اهي اهي معانا، هو تكلفه حمام السباحه. تكلفه حمام السباحه ماشي يا عم. بلغت ايرادات دخول حمام السباحه للنزلاء والجمهور 70,000، اجور العاملين في حمام السباحه 20,000، ادوات الاهلاكات 10,000، نصيب هذه بلغ نصيب هذه الاقسام والانشطه والمصروفات العامه 20,000 راحت قسم المغسله، وهنا 10,000 قسم الايه؟ حمام السباحه، الثلاثه من المصروفات العامه للفندق اللي اعتبرناها مصروفات غير مباشره. طيب تعالى بقى نشوف قائمه الدخل. حمام السباحه الفرعيه بنسميها اقسام خدميه او اقسام انتاجيه اخرى. ادي حمام السباحه الايرادات 70، اجور ومرتبات 20، ادوات مهمات 10، يبقى المصروفات المباشره 30، يبقى مجمل ربح النشاط 40، يبقى المصروفات غير المباشره كام؟ ادي اهلاك. طيب تعالى بقى لو عاوزين نجمع الثلاث اقسام الصغيرين دول في قائمه واحده نسميها قائمه الدخل للانشطه الانتاجيه الاخرى مع بعض. ادي الاتصالات، وادي المغسله، وادي حمام السباحه. ادي ايراداتهم. خد بالك ال 135 دي جت منين؟ جت من ان اعتبرت ان ايرادات المغسله 90 زائد الايرادات اللي 45 اللي اعتبرتها بدل ما خفضها من التكلفه من المره دي ضفتها على الايه؟ على الايراد، يبقى 90 زائد 45 بقى كان الايراد 135. طيب يبقى انا جمعت الثلاثه هم على بعض، حطيت المصروفات المباشره، حطيت ادي مصروفات الغير مباشره، ادي صافي ارباح الاقسام، ده 30، افتكر الارقام دي، ده 30، ده 55، ده 20، يبقى المجموع 105. نقول تاني 30 55 20، 30 قسم الاتصالات و 55 قسم المغسله، وادي حمام السباحه كام؟ 20. يا ترى الكلام ده اتعمل صح؟ ما 30 55 20 خليك فاكر معايا. ادي صافي اهو، ادي نرجع لهم تاني 30 55 20، 30 مين؟ كويس؟ ادي اهو، ادي ادي الاتصالات الربح بتاعها كام؟ 30 اهو، والمغسله 55 مش كده؟ 55 اهي 55 صافي الربح بتاعها اهو اهو صافي الربح 55. طيب وحمام السباحه؟ حمام السباحه اهو في الاخر خالص 20. ادي نفس الكلام في القائمه المجمعه للثلاث الانشطه الانتاجيه اهي، زي اقولها ثاني اهو، يصفي الربح بتاع هذه الاقسام، ده 30 وده 55 وده 20، يبقى اجماليهم 100. يبقى انا جمعتهم، يبقى عاوز تشوف كل اداره صغيره لوحدها او قسم على بعضه، لانه يعتبر كانهم تجميع للثلاث ايه؟ الثلاث انشطه
هذا ما يتعلق بموضوع الفنادق. ننقل بقى مع بعض على الفصل الخامس اللي هو سيب بقى الجزء بتاع السياحه مش مطلوب قوي. طب تعالى نشوف صفحه 193 ندخل على الفصل الخامس. يبقى احنا هنتكلم على الفصل الايه؟ الخامس. الفصل الخامس الفصل الخامس ثانية واحدة الفصل الخامس Mm-hmm.